على موزايك فام. عودة مدرسية موفقة إن شاء الله نتمنوها لصغيراتنا الكل. كانزش مازال مازلنا نهار تقريب، إن شاء الله يا ربي سنة دراسية تكون ناجحة وتكون خير من اللي يقبلها. السنة باش نرجعوا في فورما عاد، السنة باش نرجعوا ما عادش نظام الأفواج، نرجعوا بنظام العادي. فما يظهر تعديل في البرامج نتاع السنة اليوم، فما ندوة صحفية وأكيد باش تسمعوا الأخبار والحكاية الكل معانا على موزايك فام على امتداد النهار، وباش نستضيفوا لكم شكون من وزارة التربية أكيد ليامات الجاية باش نحكيوا بأكثر التفاصيل. باش نحكيوا على المدارس العمومية اللي مالوغوزمون ففيهم برشا اللي يعيش في وضعية صعيبة. المدارس العمومية فما المدارس اللي نشوفوا أقسام فيها مشقة، بنية تحتية تعبة، فما نقص في مياه الشرب، في دورات المياه. ونحكيوا على شغور زادة ب 15,000 إطار تربوي، كيفاش باش تتم العملية، كيفاش باش نتفاداو هالشغور هذايا، وبيان سور اللي باش نجر عليه غيابات والاستاذ ما جاش وقعد شهر وشهرين ساعه على ساعه. فما مدارس عملوا المقرا وش الماده هذه على خاطر الاستاذ مش موجود. دونك هذا كل حبينا نحكيوا فيه. مشكور سي عادل تخيل مدير عام الموارد البشريه بوزاره التربيه. صباح النور سي عادل، مرحبا بك، نورتنا. صباح الخير مدام جيان، مرحبا ومرحبا موزايك فام. تحياتنا ليك سي عادل. العشرة عندكم كونفرنس دو بريس، حبينا ناخذوك شويه قبل باش نحكيوا على هالشغور. اليوم نحكيوا على عوده مدرسيه، لكن رقم يخوف كي نحكيوا على 15,000 اطار تربوي اليوم ناقصنا في العوده المدرسيه 2021-22 سي عادل. شكرا مدام جيهان. الساعه بدايه نحب نهني كل اللي صرت في تونس بالعوده المدرسيه، نحب نهني اطار التدريس، الطرف الاجتماعي، وان شاء الله تكون عوده مدرسيه خير من العودات السابقه ان شاء الله. واحنا في وزاره التربيه استعدنا للعوده المدرسيه من شهر فيفي، احنا نخدموا امتحانات وعوده مدرسيه لحبل العزرات ديرون توت لاني. وللبارح احد كملنا كل حركات النقل في الابتدائي والثانوي، ونحب نبشر كل زملائنا اطار التدريس ولا الاولياء ولا التلامذه ان قدره ربي هذه العوده المدرسيه باش تكون استثنائيه. من الجانب نتاع الموارد البشريه على الاقل، مش نحكي على الموارد البشريه، الموارد البشريه الرقم ديما ناخذوا المعلومه من السورس اوفيسيال هي الموارد البشريه ولا اداره التخطيط. رقم 15,000 مدام باش نفسر لك انا، احنا بعد ما بنينا الاهرامات في الابتدائي عندنا 7,521 شغور، تم تزيد هذا بتسويه وضعيه النواب ل 40% نتاع دوره 2021 اللي هما 2627، وتم تسديد من الاجازه التطبيقيه دوره 21 اللي هما 2325. دونك ما بقى لنا شغورات في الابتدائي كان 2569 مراكز شاغره للعوده المدرسيه. وش شيفر الي ديناميك يفولوي بالخروج للروتريت ولا بالالحاقات ولا بالتسميات كمديرين. دونك اون بو با ديباسي لي 3000 شغور خلال السنه الدراسيه هذه. و 3000 شغور هذا منين باش ناخذوهم يقول القائد؟ من قاعده البيانات نتاع النواب من 2006 حتى لجوان 2017 اللي هي فيها تو قرابه 7000 نايب. دونك بالنسبه لنا احنا ما عندناش اشكال في الابتدائي في اطار التدريس. علما وان الناس اللي تم انتدابهم السنه الكل واول مره في وزاره التربيه تم تكوينهم في مراكز في هياكل التكوين في كامل الجمهورية لمدة 4 أيام. اجتماع معناها كان تكوين بيداغوجي ديتاكتيكي واجتماع مصحوب باجتماع إخباري. هذا بالنسبة للابتدائي. بالنسبة للثانوي عندنا إلى البارح وعندنا 3734 شغور في التعليم الثانوي في كافة المواد. عندنا 1000 بناء على المحضر الجلسة اللي عملناه مع رئيس الحكومة في 12 أوت 2020، تسوية وضعية النواب 1000. دونك يبقون شغورات في التعليم الثانوي 2734. هذا هو بشقة تزديدهم، تزديد الشغورات هذه بقاعدة البيانات 2008-2016 اللي فيها 12500. دونك بالنسبة للسكوندير والبريمير ما عندنا حتى إشكال في إطار التدريس.
الاشكال وين عندنا في وزاره التربيه؟ في اطار التدريس لا، في العمل معناها شغورك نحكيو عليه نحكيو على ما هو الولي هوني سي عادل معناها مهم انه نوضحوا له خاطر الولي تكوي من حكايه انه ولدي الماده هذه ما قراهاش شهر وشهر ونص وشهرين على خاطر ما صارش انتداب، المعلم خرج خذا روتريت ولدت وما صارش عليه انتداب. دونك نحكيو على 5303 شغورات ما بين الابتدائي والثانوي، لكن ما يهمش الاطار التربوي. شو ما يهمش الاطار التربوي؟ قلت لي معناها لا، قلت لي ما همش معلمين ومربين يعني. قلت لك مش في التدريس. لا، قلت لك اطار التدريس. الشغورات في الابتدائي 2569. معناها دي سي معناها بعد لي بارتون على ريتريت ولا خاطر شو شيف اللي ايفولي اللي ديناميك. اما معناها عندنا خمسه كي لمدهم السنين سي عادل، معناها عندنا 5303 في اطار التدريس في كل المستويات في اطار التدريس. باهي داكور، وهذا يسوى ريكومبونسي باش عندنا قاعده البيانات تاع الابتدائي فيها 7000 نايب وقاعده القاعده. اي ما يقلقش هذا مع عوده مدرسيه سي عادل، مع مثلا معناها مانيش باش نلقاو معناها التشكيات نتاع العاده نتاع ولي يقول لك ما قيتش معلم ولا استاذ الولدي في الماده هذه. قدر ربي لا، على الاقل بريمير سيمان للبارح احنا قلت لنا افكتي الناس كلها اللي تم تعيينهم في جهات وعند المندوبات الجهويه، ثم جلسات مع النقابات باش يحطوهم لا وليا للشهور سي بوسيبل، اما دي سي لا فان دو لا سيمان دو لا رونتي سكولير كل واحد شد بلاصته عنده لومبلو دي تون واللي متعاقد عنده الكونترا نتاعه، نورمالمون هذه اللي بشكل امور منظمه. نورمالمون ان شاء الله فهمتك. ان شاء الله، اما وين الاشكال عندنا في وزاره التربيه وفي المؤسسه التربويه؟ عندنا نقص فادح في العمل. عندنا 3080 عامل نقصين، عندنا 460 مؤسسة تربوية بدون عامل. عندنا 100 مطبخ بدون طباخ. 100 مطبخ من بدون طباخ. مدارس ابتدائية الكل بدون حارس ليلي. مدارس ابتدائية الكل من غير حارس ليلي. هذا الاشكال اللي موجود في وزاره التربيه. لكن المشكله هذه مثلا نتاع مثلا سي عادل نتاع المدارس الابتدائيه، شفنا اعتداءات كبيره على المدارس الابتدائيه معناها والمؤسسات التربويه في الليل وسرقه وتخريب وكل، وهذا كل مره ما نجمناش نتفاديو، ما نجمناش نحلوا باب انتداب وندخلوا مكثرهم البطاله اليوم في تونس. الانفلاتات موجوده والتسيب اي، لكن عليه ما عندناش حارس اليوم على مدرسه، ما عندنا حتى حارس قلت لي على حتى مؤسسه تربويه اليوم. احنا تو عندنا ديجا مع رئاسه الحكومه جلسات في اعاده توظيف عماله الحظاير داخل المؤسسات التربويه، دونك هذا ان شاء الله بقدره ربي يتفعل اعاده توظيف وتتحل برشا مشاكل. ديجا احنا في وزاره التربيه عندنا 15000 عامل حظيره يخدموا 4 ساعات ويخلصوا عن طريق المجلس الجهوي نتاع الولايه، كي تسوى وضعيات المنظومه يتحل المشكله العمل نورمالمون في وزاره التربيه. عندنا بعض الاشكالات الاخرى في اعوان التاطير و كما قايمين وكما المرجين التطبيقيين للتربيه، الاخصائي النفسي، ليزانفيريمي، سيدي تو مازالوا يعتبروه ان كونفور، واحنا تو ما بزوا في الحياه المدرسيه في كل شيء، دونك احنا انا في مش ان كونفور، في مدرسه ماهوش ان كونفور. اي تو نعتبر ان كونفور، تو احنا ما عندناش انفيريمي في المدرسه، وما عندناش اعوان تاطير بالكافي، لطول انكادرمون 200 تلميذ على قيم، دونك هذوما كل قاعدين يجريوا نحسنوا. قاعدين نحسنوا في النوعيه داخل مؤسساتنا التربويه. ان شاء الله انا عاملين احنا برنامج بتاع ترشيد الموارد البشريه وملائمتها بالحاجيات، وقاعدين نضبطوا في اهداف على الاقل لتحسين معناها المؤسسه التربويه، وتولي الزحم هي بيدها في المؤسسات الخاصه اللي هما بيدهم يرجعونا بالنظر للمؤسسه الخاصه، اما نحبوا احنا ننهضوا بالتربيه بجانب التكوين، وان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نوفروا فلوس المناخ التربوي يكون لائق ويكون معناها مريح للتلميذ وللولي وللناس الكل. يعطيك الف من التربيه راهو شان عام، التربيه لازم الناس الكل الفو متر رماها دون لاباس. احنا هنا نعاون، احنا هنا البارح كان الولي والتلميذ حاضر في حملات النظافه، اما في الانتدابات خاطئين. هو حتى الولي اليوم قاعد يصرف المكتوب، وراه حتى كان معناها في علمك اكيد سي عادل مثلا فماش اعوان بلديه مثلا عملت بلديه عمله نتاع نظافه اليوم سامحوني في المؤسسات، قاعد الاولياء يصرفوا يعطيوا باش ينجم شكون عامله تجي وتنظف اي بيوت الراحه. هذا اللي صار معناها هو الولي قاعد قايم والوزاره زاد لازم تقوم اكثر.
ولا بالاستثمار لازم يكون في التربية لأن القاطرة متاع التنمية لازمنا نسمعها نخدمه في الصنف هذا. يعطيك الصحة سعد شكرا لك. نخدمه بال 14 ساعة في النهار. ربي يعينكم. ربي يعينكم ربي يعينكم. يعطيك الصحة سعد الخيل شكرا لك مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية على تدخلك معنا كالعادة. يعطيكم الكلمة عندكم تقولوا أكيد في المواضيع هذه على ريبوندور 71 113 013.